بر الوالدين فضيلة الشيخ بعد الممات كيف يكون؟ بر الوالدين بعد الممات يكون بالدعاء لهما والاستغفار وصلة الرحم التي هما سبب الرابطة بينك وبينها وإكرام صديقهما. بارك الله فيكم. أم متزوج من 5 أعوام ودائما نحصل أو يحصل بين الأسرة مشاجرة، ولي والده وأخوان صغار ما معاهم سوى وجه الله، وأنا الذي أعمل وأصرف عليهم ودائما تحصل مشاجرة بين زوجتي ووالدتي نتيجة الأخوان، هم يأتوا بالمشاكل وعلى هذا الطريق وما أحصل أو ما تحصل به مشاجرة، ولم أدري ماذا أفعل. ولي بيت يبعد 3 أمتار من بيت أخواني بنيته ب50,000 ريال يمني، ولا أدري أتصدى للوالدة لأني أعرف حقوق الوالدين، فأفيدوني جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير. نقول إنه إذا لم يمكن العيش بسلام بين الأسرة فإنه لا حرج عليك أن تنقل زوجتك إلى محل آخر تسكن معها، وتستطيع أن تلغي والدتك بما تطيب به نفسك، وهذا أهون من بقاء الجميع في نكد لا يتمتعون بحياة سعيدة لا أنت ولا هم. وكونك تنفرد بأهلك في مكان آخر ليس هذا من العقوق، بل هذا من الإصلاح، والله تبارك وتعالى لا يضيع أجر المصلحين. فالذي نرى لك أن تنفرد وزوجتك في مكان وتكون مع أمك في قلبك وقالبك وتأتي إليها بين ساعة وأخرى. تقول السائلة: عندي والدة حفظها الله، كلما طلبت مني أمرا لبيت طلبها بسرعة ولا أتأسف أمامها ولا أظهر لها التضجر، ولكن عندما أذهب إلى بعض أخواتي في الله أشكو لهن من والدتي بأن ما تطلبه كثير جدا، فهل يعتبر هذا من عقوق الوالدين؟ أفيدوني أفادكم الله. أرى أن هذا من حقوق الوالدين لأنه غيبة للوالد، وإذا كانت هذه المرأة ترضي والدتها بما تطلب ابتغاء وجه الله فإنه لا يجوز لها أن تمن بذلك أو أن تؤذي أمها بذلك بسبها عند صاحباتها. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فعلى هذه المرأة أن توب إلى الله عز وجل مما صنعت وأن تقلع عنه في المستقبل، وأن ترجو بذلك أي بإرضاء والدتها بما تطلب وجه الله عز وجل، وأن تسأل الله لها الهداية. جزاكم الله خيرا. لنا جد كبير سن سيء خلق، فنحن نخاف الله فتركناه في وحده، وحيث إذا جلسنا معه يتكلم بكلام جدا لا يتناسب معه، وإذا أردنا السلام عليه قال ما لا يليق به ودائم الشك، فهل نأثم بفعل معه امتناعنا عن التحدث درءا للفاسد؟ أرجو توجيه. أما الجلوس إليه وإدخال السرور عليه فهذا من الأمور المحمودة ومن بره، وأما التحدث معه فإذا كان التحدث معه يفضي إلى أن يتكلم بكلام بذيء محرم فلا تتكلموا، اكتبوا بالسلام وكيف أنت يا والدنا وما أشبه، وإن شئتم فاستمروا معه في الكلام، ثم إن تكلم بكلام لا يليق انصحوه. لأنه شاب يبلغ 25 من العمر، والدي ووالدتي في خصام مستمر طول أيامهما، إن بررت الأول غضب ونفر الثاني، وإن بررت بالثاني غضب الأول وأتهمني بالعقوق، ماذا أفعل فضيلة الشيخ لكي أبرهما؟ وهل أعتبر عاقا بالنسبة لأمي لمجرد أنني بررت بأبي أو العكس؟ نرجو من فضيلة الشيخ إجابة مأجورين. الإجابة على هذا أن نقول إن بر الوالدين من أوجب الواجبات التي تجب للبشر على البشر، لقول الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقوله: وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقوله تعالى: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، والأحاديث في هذا كثيرة جدا. فالواجب على المرء أن يبر والديه كليهما الأم والأب، يبرهما بالمال والبدن والجاه وبكل ما يستطيع من البر، حتى إن الله تعالى قال في سورة الثمان: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهن لوهن صاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تبي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فأمر بمصاحبة هذين الوالدين المشركين اللذين يبذلان الجهد في أمر ابنهما أو في أمر ولده ما بالشرك، أمر ومع ذلك أمر الله أن يصاحبهما في الدنيا معروف. وإذا كان كذلك فالواجب عليك نحو والديك اللذين ذكرت أنهما في خصام دائم، وأن كل واحد منهما يطلب عليك إذا بررت الآخر، الواجب عليك أمران: الأمر الأول بالنسبة للخصام الواقع بينهم أن تحاول الإصلاح بينهما ما استطاع حتى يزول ما بينهما من الخصام والعداوة والبغضاء، لأن كل واحد من الزوجين يجب عليه للآخر حقوق لا بد أن يقوم بها. ومن بر والديك أن تحاول إزالة هذه الخصومات حتى يبقى الجو صافي وتكون الحياة سعيدة. وأما الأمر الثاني الواجب
الواجب عليك نحوهما أن تقوم ببر كل واحد منهما، وبإمكانك أن تتلافى غضب الآخر إذا برت صاحبه بإخفاء البر عنه، فتبر أمك بأمر لا يطلع عليه والدك، وتبر والدك بأمر لا تطلع عليه أمك، وبهذا يحصل المطلوب ويزول المرهوب. ولا ينبغي أن ترضى ببقاء والديك على هذا النزاع وهذه الخصومة، ولا على هذا الغضب إذا برت الآخر. والواجب عليه أن تبين لكل واحد منهما أن بر صاحبه لا يعني قطيعة الآخر، بل كل واحد منهما له من البر ما أمر الله به ورسوله. يقول فضيلة الشيخ: أرجو من السادة العلماء الإفادة بما يأتي. أولا، حقوق الوالد على أبنائه، وهناك نقاط أخرى ستأتي فضيلة الشيخ محمد. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وأشكر الله عز وجل على هذه النعمة العظيمة الجليلة في هذا البرنامج نور على الدرب، حيث كان يصل إلى بلاد أخرى غير بلادنا وينتفع به المسلمون، وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى للقائمين بهذا البرنامج وعلى هذا البرنامج وعلى من ينتفع به من المسلمين في كل مكان. فنسأل الله تعالى أن يزيد الجميع من فضله وأن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم أما الإجابة على هذا السؤال، حقوق الوالد على أولاده، فحقوق الوالد على أولاده، الوالد الأم والأب على أولادهما، حقوق كبيرة عظيمة جعلها الله عز وجل بعد حقه، فقال سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وكذلك الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيان فضل بر الوالدين والحث عليه كثيرة معلومة لكثير من الناس. وقد أشار الله عز وجل في سورة الإسراء إلى حال يصل بها الوالدان إلى سآمة الولد وملله وتعبه، ونهى سبحانه وتعالى الولد أن يتضجر منهما إذا وصل إلى هذه الحال، فقال تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه جعل عقوق الوالدين من أكبر الكبائر، فقال في حديث أبي بكر رضي الله عنه: أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين. فالواجب على الولد من ذكر أو أنثى أن يقوم بحق والديه على الوجه الذي يرضى به الله عز وجل، وأن لا يفرط في حقهما، وليعلم أن البر كما يقول العامة أسلاف، وأن من بر بوالديه بر به أولاده، ومن عق والديه عوقب بعقوق أولاده، إلا أن يتوب إلى الله مما صنع، فإنه من تاب تاب الله عليه. بارك الله فيك.